إذن مشاهدينا إلى هنا نصل وإياكم إلى ملف نقاش موعدنا الإخباري لنهار اليوم، والذي خصصناه لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي الذي أخذ حيزا من اجتماع مجلس الوزراء أمس الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظرا لأهمية القطاع وكذلك أهمية الابتكار والبحث والباحثين. نقاط وأخرى سأناقشها مع ضيفي في استوديو عيسى فتشاخ، مدير الدراسات بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. أهلا بك سيدي. أهلا بكم وشكرا على استضافتكم الكريمة. شكرا لك سيدي على تلبية الدعوة. قبل سنتين أو أكثر كان يعني قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك بخصوص البحث العلمي كان مغيب ربما، والآن نشهد انتعاش، نشهد أهمية. رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة للقطاع. ربما لو تقدم لي مقارنة بسيطة بين يعني لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة البحث العلمي في السابق وفي يعني إلى يومنا هذا. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. من ناحية الرعاية السامية للسلطات العليا للبلاد فيما يتعلق بمجالي التعليم العالي والبحث العلمي، نشهد تطورا وكذا تكثيفا يعني نلحظه كل يوم فيما يتعلق باهتمام السلطات العليا بمجالي البحث العلمي والتعليم العالي، من خلال طبعا تكريس وبعث عدة أنماط جديدة لبعث هذا المجال الحيوي، لا سيما ما يتعلق بإدخال مباشرة البحث العلمي في مجال التطوير الاقتصادي، في مجال التطوير الاقتصادي، إذ أن مجلس الوزراء تناول عدة ملفات مهمة، من بينها مثلا الاهتمام بالنموذج الحياتي الأمثل للمواطن الجزائري من خلال توفير على المدى القصير وكذلك على المدى المتوسط والبعيد الحاجيات الملحة المتعلقة بحياة المواطن، لا سيما من أجل كذلك توفير الحاجيات الضرورية كالماء والغذاء والصحة والطاقة. والطاقة للمجتمع. إذ لاحظنا في الأيام القليلة الماضية أن مجلس الوزراء طبعا قام بدراسة ملف تحلية مياه البحر وكذلك المياه المالحة في الهضاب العليا والصحراء، وشهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الأيام القليلة فقط الماضية بالقيام بعدة دعوات للباحثين والمطورين وكذا المؤسسات الاقتصادية. ربما هنا نقول سيد عيسى أنه يتم انتقاء المشاريع، يعني مشاريع البحث، انطلاقا من مما يقدم من طرف كذلك انشغالات ومشاكل الاجتماعية وكذا الاقتصادية طبعا. نعم، وهناك مقاربة جديدة فيما يخص تحديد أو فيما يخص انتقاء المشاريع، إذ كان في السابق تنتقى المشاريع من قبل الباحثين وفقا لتصوراتهم ووفقا لأعمالهم البحثية، أما الآن فتنتقى المشاريع وفقا لمقتضيات المجتمع الاقتصادي، أي أن تسطير المشروع في حد ذاته وتحديد المطلوب من الباحثين يتم من قبل المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية وليس من قبل الباحثين. وفي هذا الإطار كذلك هناك مقاربة كذلك جديدة هذه الأيام تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تحضير الدعوة الثالثة للبرامج الوطنية للبحث التي ستكون إن شاء الله في شهر مارس. وكذلك البرامج الوطنية وأنت تكلمت عليها تم اعتماد 79، قد صرح الوزير تم اعتماد 79 مشروع طبعا البرامج الوطنية. نعم، لسنة 2022. نعم، في سنة 2022 قمنا بدعوة للبرامج الوطنية الثلاث ذات الأولوية، وهي الأمن الغذائي وصحة المواطن والأمن الطاقوي، إذ كان من المفروض انتقاء 150 مشروع، لكن تم انتقاء
79 فقط مشروعا من قبل اللجان المشتركة بين القطاعات، نظرا لوجود بعض الخلل في 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 تسطير هذه المشاريع من قبل الباحثين. نعم. الآن تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مباشرة بإجراء مقابلات تحضيرية بين المؤسسات الاقتصادية وكذا اللجان القطاعية المشتركة من أجل تحديد المشاريع من قبل المؤسسات الاقتصادية لكي يعني يتم حاجياتها. نعم لكي لا بدقة تصدير لا من قبل كذلك كانت من أجل حاجيات. نعم. لكن هذه المرة تقوم مؤسسة الاقتصادية هي ملزمة بتحديد المشروع. نعم. تحديد المطلوب من المشروع يعني. بدقة وطبعا حتى وبإلحاح شديد على تلبية المطالب لإيجاد الحلول الممكنة التي تعاني منها مختلف مؤسستنا الاقتصادية. نعم أنت قلت سيدنا وتم اعتماد 79 مشروع، هل تم التحرك في تجسيدها أو مرافقة حامل المشروع؟ طبعا سنة 2021 درنا 124، الآن 79، الآن بدأ التنفيذ ابتداء في مثلا المشاريع الجديدة 79 بدأ تنفيذها ابتداء من 2 جونفي 2023. قد تم طبعا إمضاء العقود وإمضاء الاتفاقيات وكذا تسديد الأموال اللازمة لبدء التنفيذ. سددنا الشطر الأول خلال 2 جونفي 2023 لمختلف المؤسسات الموطنة لهذه المشاريع لكي يقوم أعضاء الفرق البحث بتنفيذ هذه المشاريع التي تدوم 3 سنوات. لكن أن المنتوجات قد تقدم هذه الفرق بعض المنتوجات الأولية للمجتمع الاقتصادي في السنة الأولى ولن تنتظر 3 سنوات. وطبعا وفقا للترتيبات المحددة لسير مثل هذه المشاريع سوف ننتظر بعض النتائج التي سطرها الباحثون وكذلك ممثلي التطوير للمؤسسات الاقتصادية لكي يتم التكفل ببعض المشاكل التي عبر عنها الفاعلون الاقتصاديون. نعم، أمس أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعزيز الانسجام بين التعليم العالي وكذا المؤسسات، كيف ترى ربما العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية والجامعة؟ طبعا العلاقة الآن بين المؤسسة الاقتصادية والجامعة عرفت طبعا تطور ملحوظ. من البداية كانت هناك علاقات شكلية، ممكن في العقود الماضية لم تكن هناك علاقات وطيدة. في نهاية في التسعينات وبداية الألفينات كانت هناك علاقات شكلية. نعم. وهناك علاقات ناجعة لكنها علاقات صغيرة جدا أو فردية. الآن تجسدت العلاقة، الآن أصبح من الضروري أن المؤسسات الاقتصادية أصبحت تشعر أنها من الضروري أنه لا حياة لها إلا بتطوير ذاتها، لأن التطور السريع الذي يشهده العالم في مجال الفائق السرعة، في مجال التقنيات، في مجال التطوير الاقتصادي يلزم هذه المؤسسات. نعم. بأن تجدد نفسها عن طريق التطوير، وهذا التطوير طبعا يقوم به مطورون وباحثون. نعم. ولذلك لم يصبح فقط هذا الانسجام بين المجتمع الاقتصادي والباحثين على مستوى البحث العلمي، وإنما كذلك على مستوى التعليم العالي، إذ أن هناك بعض التكوينات أو التكوين مدى الحياة أو التكوين المتواصل الذي يفرض على المؤسسات أن تقوم أن تطلب من الجامعة نوعا من التكوين وتساهم كذلك في وضع البرنامج التكويني لموظفيها قصد التأقلم مع هذا التطور السريع في المهن، لأن أصبح في الماضي كان هناك تغير في الثبات لكن في المهن، لكن الآن أصبحت القدرات والمهن ثابتة في التغير، إذ يلزم على الموظف أو العامل أن يطور نفسه وإلا مآله البطالة واستخلافه بشخص جديد يملك ناصية تلك التكوينات التي تتأقلم مع هذا التطور السريع. نعم سيد عيسى، كنت أشرت
أن في السابق كانت أمور يعني شكلية، ربما هل سياسة الحكومة التي تم اتخاذها خلقت تفاعل بين طرفين، بين التطوير يعني بين الطرفين التعليم العالي وكذلك المؤسسات والجامعات لتطوير الاقتصاد الوطني؟ نعم، في السابق مثلا أعطيك مثال، في السابق كانت المؤسسات الناشئة أو الستارت اب كان عبارة عن مصطلح لا يعرفه حقيقته حتى بعض الأساتذة الباحثين. لكن السنة الماضية كان من المفروض سنة ابتكار، سنة 2022 سنة ابتكار، لكن السداسي الأول منها أو 9 أشهر لم تكن حقيقة سنة ابتكار، إلا الإقلاع الجديد الذي نلحظه منذ شهر سبتمبر إلى الآن، وتلك الدورات الميدانية التي يقوم بها مختلف المسؤولين عن القطاعات، لا سيما التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الناشئة وكذا، ووزارة الصناعات الصيدلانية لا سيما الصيدلانية، وكذلك النقل والمنشآت القطاع المنشآت القاعدية للبلاد. إذ أصبح المجتمع واعي الآن، خاصة المجتمع الطلابي، أنه أصبح الطلاب الآن وكذلك المتحصلين على الشهادات يلجؤون إلى فكرة إلى التدرب وإلى وضع الملفات للحصول على لابل للمؤسسات الناشئة. نعم. ومن جهة أخرى أصبحت كذلك بعض المؤسسات الجامعية استغلال بعض الهياكل في هذه للمؤسسات الجامعية لتطوير هذه التكوينات والحصول كذلك على ترقية تطويرية حقيقية وكذلك مهن جديدة والوصول إلى مهن داخل المؤسسة الجامعية، طبعا بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمؤسسات الناشئة. نعم. إذ لاحظنا بعض الديناميكية كبيرة في هذا المجال لدى في الوسط الجامعي طبعاً. والآن هو في المستقبل القريب نلحظه كذلك في الوسط البحثي أكثر من خلال إنشاء مؤسسات خاصة. نعم. أو ما يعتبر ربما نقطة أخرى لو نتكلم عليها في عجالة، أنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمر بإعادة النظر في نظام LMD والكلاسيكي وفق نظرة توافقية للأسرة الجامعية، لما يهدف هذا القرار؟ هذا القرار لم يأتي هكذا، وإنما جاء بعد التقييم، بعد تقييم لنظام الإصلاح الجامعي الذي قامت به الدولة الجزائرية سنة 2004، والذي عرف بعض الاختلالات، وقد قامت الأسرة الجامعية وكذا الأسرة وكل المهتمين والفاعلين في هذا المجال بتقييم هذا سنة 2018، وكذا قامت الوزارة في سنة أواخر سنة 2022. نعم، هناك مقترحات طبعا وفقا لأبرز هذه المقترحات، أن الطالب لابد أن يتلقى تكوينا في الليسونس لمدة 4 سنوات. نعم. لمدة 4 سنوات على غرار كذلك بعض الدول التي صححت مسار هذا نظام LMD. كذلك شهد هذا نظام LMD كذلك بعض الاختلالات. نعم. في السنوات الماضية والتسرع كذلك، بعض التسرع الذي لاحظناه من خلال تطبيق ذلك من خلال عدم تكوين المكونين. نعم. وكذلك عدم معرفة الغاية الأساسية من هذا الإصلاح التعليمي الذي له فلسفة تقوم على أن الطالب هو الذي يقوم بمحور العملية التعليمية وليس الأستاذ. نعم. ولذا تسعى الآن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبعا بتغيير هذه تلك الذهنيات وتكوين المكونين وفقا لمبدأ أنه لا بد من حق الأستاذ ومن حق أي موظف أن يتكون مدى حياته. نعم. المهنية من أجل تطوير ذاته ومن أجل تطوير المجتمع ومن أجل تطوير قدرات المجتمع الجزائري. وهو ما تسعى إليه الحكومة. شكرا جزيلا لك الأستاذ عيسى فتشخ، مدير الدراسات بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات والشروحات. بارك الله فيك. نعم، شكرا. إذن مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام موعدنا الإخباري. للمزيد من الأخبار زوروا مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. إلى اللقاء.